إذا بفقرة الحرف اليدوية مع هديل جرار استضفناها قبل، عم تعمل لنا دائما أشياء كتير حلوة، واليوم كمان معنا مجموعة من الأعمال. أصبحك بالخير. هلا، أهلا وسهلا فيكي. اليوم شو رح نعمل هديل؟ اليوم يمكن نفسي إنه أورجي الناس كيف نوظف الحرف ونوظف التراث في بيوتنا. حلو. كيف ندخل التراث على بيوتنا شوي. والتراث بالأردن عندنا كثير غني، يعني زي كأنها ضمت ورد وملاني ورود. في عندنا الفلسطيني والأردني والعراقي والسوري والشركسي، أشياء كثير مع بعض. فيعني نبلش بإشي يلا شي. يعني مثلا عندنا هو بالنسبة للتراث الأردني النبطي. حلو. شغل النبطي ممكن ندخله بشغلات كتير، من المزهريات للأمور المتعلقة في المكاتب والشغلات اللي زي هيك، حتى للشغل اللي هو مثل هيك الشمع وما شمع، بدل ما نحط كاندل عادية لا تكون إشي متعلق بتراثنا أكتر. عيني عليك. التراث العراقي هذا اللي هون، وين اللي هو النخل العراقية المعروفة كتير طبعا. النخل العراقية احنا وظفناها هون بهاي النابكن هولدر، وهاي اصلا للمحارم، كمان نحط فيها المعالق. رأي العراقيين الخواشيق، هاي بالضبط الخواشيق. برضو هون نفس الشيء، التراث اللي هو البابلي والعراقي بشكل عام، عراق وادي النهرين بشكل عام. برضو دخلنا شغلات بالنسبة للتراث الشركسي، مستر ومس الشركس انا بسميهم، وكثير مظلومين ما لهم صحيح شغلات زي هيك، فانا حابه انه الناس كلها تتذكر هاي الامور. صح. حلو. المصري نفس الشيء، مثل ما حكينا احنا ضمه كبيره من الورد. والفلسطيني شغلات زي هيك، يعني بتلاقي كل تراث ببين شو هو هدفه، فكرته، وهذه هي الفكرة من الأمور. جميل جدا هيك. بالفعل أشياء حلوة، قطع مش اعتيادية، يمكن نحطها بالبيت غريبة حلوة، ومن وراها زي ما حكيتي تراث وتاريخ وحضارة بتمثلنا. عن جد بتمثلنا. طيب في هاي هاي فكرة جديدة للناس، هل رح نعملها؟ لا، هو صحيح قالوا لي ما في وقت، يعني في شوي، في احنا ممكن نشرح للناس شو تعملي فيها، ونخلي شوي الخيال هو اللي يسرح في الموضوع. يلا. بالأصل هي أصلا عبارة عن زجاجة، ممكن نعتبرها كاتشب، واحدة من أزاز الصودا، أي شيء أزاز، علبة مربى، أي شيء أزاز. الفكرة هي أنك لا إحنا ضيعنا شغلة هون، مو مشكلة. الفكرة هي أنه تجيبي صوف، أي شيء تراثي عندك، توب قديم حطة، يعني أي قطعة فيها تطريز، فيها تطريز أو مش تطريز. حتى لو أنت بتحبي فستان لإلك قديم. حلو. ومش عارفة إيش تتوظفيه، اعمليه بالشغلات اللي زي هيك. طيب. والتلزيق عليها أسهل شيء بغير الخشب. غير الخشب بيلزق كل شيء. يعني مثلا حتى أنا هون للشراكس اللي هون بعد ما خلصوا ثبتهم على قواعد، وهاي القواعد لزقتهم بغير خشب. بيلزق الخزف، وبنفس الوقت حتى هاي هون مثلا لزقتها برضو بغير خشب. هاي نفس الشيء راح تساعدنا كتير غير الخشب في الموضوع، لأنه بيثبتها بطريقة كتير كويسة. حلو. ثبتي القطعة التراثية، شو ما بدك يخطر على بالك، سواء مثلا حطينا عليها خيطان خيش أو خيطان صوف أو تكمالة القطعة هاي، وأنا ما كملتها أشوف الناس كيف بدها تتفاعل في الموضوع. فاللي بيكملها ياريت يصور لي اياها ويحط لي اياها على الصفحة تبعتي. حلو. على صفحة كمان دنيا دنيا. هلا ياريت والله. خلينا نشوف اراء الناس وهيك ابداعاتهم كيف ممكن تطلع. حلو. اوكي. صفحتي ممكن اذكرها؟ اكيد طبعا، تفضل. هديل جرار ارت جاليري بالانجليزي. بالانجليزي. هديل ايش، اي ولا دبل اي؟ لا، اتش اي دي دبل اي ال بعدين جرار جي اي ار ار اي ار ارت جاليري. ارت جاليري. حلو. اوكي. فياريت الناس تورجيني، أنا دائماً أنا بورجيهم، فنفسي هاي المرة هم يورجيني شو الدنيا. تشوفي تأثيرك عليهم. ومثل ما حكينا شو ما بدك، يعني حتى لو تخيلتي حالك زراير قديمة عندك في البيت، بدل ما إحنا حطينا الصوف هون لا حطي زراير. حلو. زراير نحاس، القروش اللي إحنا الآن ما بنستخدمهم حطيهم. صح. حلو. بحس اي شيء بنحط اي شيء هيك بفكره غريبه بيطلع حلو. حلق قديم لماما لتيتا شيء زي هيك برضه بيعطي فكره حلوه. حلو. في الموضوع بالفعل. حلو. فيعني يا ريت الناس هيك تتشجع على الموضوع ونشوف ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ما رح نعمل شيء على الهوا هلا. هم قالوا لي ما في وقت. ولا رسام. طيب هاي لشو؟ هاي واحد من الشباب هلا اعطانا اياها، فشكرا له. شكرا شكرا. يعني هي شوفي حضرتك هون اللفحة الشركسية، كتير لذيذة.
فقال لي هاي اللفحه تبعتنا الشركسيه اللي اه اللفحه كيف نلبسك اياها؟ لازم هو يجي يلبسنا اياها. يعني هاي هي اللفحه اعطاك اياها بالضبط. اه يسلم ايديك كثير حلوه. فهاي القصة إنه الناس تدخل التراث حتى بلبسها، حتى لو كان جزء بسيط من لبسك، لا دخلي فيه إشي حلو. فكرة. طيب احكي لنا عن هاي الباب. ما حكينا عنه مزبوط. نفس الشيء البواب عنا بكل الوطن العربي. لو تروحي من عنا بالأردن، بفلسطين، بسوريا، أكثر شيء مشهور عنا البواب والشبابيك، صح؟ حتى لو رحتي على المغرب العربي، تونس والجزائر والأمور والزي هيك. فالباب شيء جدا مميز، وهذا اللي حاولنا ندخله، إنه بالفعل تكون معلقة على الحيط بتمثلنا. حلو بتمثلنا. اوكي بتمثلنا. وهذا انت كله رسمتيه وعملتيه صح؟ هذا اللي هو بيمثل التراث الفلسطيني. ايش الـ الـ الرسمات اللي عرضتيها؟ الرسمات اللي عليها اول شيء هون اللي هي المفتاح، رمز العوده اكيد، الحطه برضه نفس الشيء، الابساط، الجرار، اللي تحت مكتوبه اللي امه خبازه ما بيجوع. حلو. صح؟ لها فكره. صح. البردقان اليافاوي اللي كنا يعني مشهور، البردقان بيافا قديش هو مهم وقديش كان يعني يعمل اقتصاد فلسطيني رائع طبعا، والان للاسف برضو نفس الشيء حرمنا منه. بالفعل حلو، يعني تخيلي هاي القطعه في البيت قديش حلوه ورح تلفت الانظار وبسيطه بنفس الوقت. بسيطه هي القصه، وهي بالاصل عباره عن صاج. الساج من وين جبتي؟ عندك ساج ولا جبتي؟ لا والله بوصي الشباب يعملوا لنا اياه. اول ساج اخذته كان من حماتي اللي كانت تخبز عليه، عن جد تخبز عليه الشراك، وبعدين هذا احتفظت فيه اكيد لانه هذا بقدرش افرط فيه، والباقي لا صرت ارسم عليه. كثير حلو. اذا يعني حبيتي انت من خلال هيك فقره بسيطه تحكي لنا قديش في ممكن نعمل من خزفيات، من تراث، من افكار، قطع كثير حلوه، عراق، فلسطين، والعديد من الحضارات، الانباط، الشراكس طبعا. شكرا لك هديل جرار، مبدعه. شكرا لك يا حبيبتي.